عليكم ورحمة الله وبركاته. هتكلم معاكم دلوقتي ازاي اكتب النيرسنج نوتس او البروجرس نوتس، احوال بتاعتك طول الشفت وانت شغال مع المريض. اول حاجة هضغط على كرييت علامة الزائد، هتنزل تحت، هتنزل لي قائمة هختار منها كلينيكال دوكيومنتيشن. بعد كلينيكال دوكيومنتيشن هختار بروجرس نوتس. بعد ما تفتح هلاقي كلمة اونر او بيشنت، هختار البيشنت اللي انت اشتغلت معاه مثلا، ولنفترض رقم 25 ده. بعد كده هحدد التاريخ اللي انا اشتغلت فيه مع البيشنت ده، والتايم اللي انا عملت فيه الشغل مع المريض. بعد كده برايمري دايجنوزس، ولنفترض ان هو عنده اكيوت برونكايتس. بعد كده لو عنده سكندري دايجنوزس، ولنفترض عنده مثلا ايه اجيتيشن وقرحه فراش مثلا من الدرجه الاولى. النيرسنج نوتس هنا بيقول دخل الديسيبلين او البوزيشن، انت بتشتغل ايه، كير جيفر ولا نيرس ولا دكتور؟ انا هختار نيرس تمريض. دومين اشتغلت في ايه مع البيشنت، كل ده شغل انت عملته مع العيان. هنفترض مثلا بما ان عنده مشاكل في التنفس هنعمل له مثلا ريسبيراتوري كير، تمام، وهنهتم بالنظافه بتاعه قرحه الفراش والهايجين، تمام. بروجرس نوتس بتاعتي هكتب اللي انا عملته بالنسبه للجزئيتين دول، وهنا من علامة الزائد انا اقدر اختار اي حاجة كمان زيادة من القائمة، وهكتب على اختار اي حاجة من القائمة من علامة الزائد اللي موجودة، من علامة الزائد دي، واضيف اللي انا عايزه وهكتب عليها تحت في البروجرس نوتس. اكتب اللي انت عملته مثلا، نفترض عملت له بالنسبة للرعاية التنفسية عملت له جلسات نوبلايزر، او خبطت له على ظهره شوية بحيث ان هو يبدأ يخرج الافرازات، او ان انت علمته يعمل تمارين التنفس. بخصوص القرحة لو انت بتقلبه كل ساعة او كل ساعتين، وطريقة الغير على القرحة عامل ازاي، تمام. وما تنساش بعد ما تخلص تضغط على علامة سيف. بعد ما خلصت بضغط على علامة السيف فوق، سيف تشينجز في اقصى اليمين، هيقول لي تحت اوبجكت كرييتد، تمام كده انا سجلت الشغل بتاعي بطريقة مظبوطة وطريقة بسيطة وسهلة.